بعد 3 أيام من انعقاده، انتهى مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان دور الفتوى واستقرار المجتمعات. مؤتمر انتهى ب9 توصيات كان من أبرزها أن المؤتمر يثمن جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في جمع كلمة المفتيين والمتصدرين للفتوى والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين مؤسساتهم، ويقدر سبقها إلى تأسيس أول مظلة جامعة لهم بهدف رفع كفاءة العمل الإفتائي حتى يكون الإفتاء أحد عوامل الاستقرار والتنمية والتحضر للإنسانية كافة. التأكيد على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بالنسبة إلى المفتي والمستفتي كليهما، التأكيد على أن الفتوى إذا ضبطت كانت من أعظم مفاتيح الخير والإصلاح والاستقرار والأمن، إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء المعتمدة في العالم لخدمة الباحثين والعلماء والمستفتين. هذا المؤتمر عنوانه الرئيسي الفتوى وأثرها في استقرار المجتمعات. هذا العنوان يعكس مدى اهتمامنا باستقرار المجتمعات وحرصنا الشديد على توعية المجتمع وعلى الخروج به من حالة الفوضى التي يعيشها بسبب تصدر غير المتخصصين. إحياء نظام الإجازات العلمية للمفتيين، التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا، واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات، ضرورة التكوين المستمر للمتصدرين للإفتاء والعناية بإعدادهم إعدادا علميا دائما وشاملا، وأن يزودوا باستمرار بكل ما يزيدهم علما وفهما ويوسع مداركهم وانفتاحهم على مستجدات العصر. التأكيد على أن كل فتوى أو فكرة تخرج عن مقصد الشريعة من إكرام بني آدم أو تخالف الأخلاق أو تدعو إلى هدم الأسرة والمجتمعات أو تنال من الاستقرار الوطني والعالمي هي فتوى شاذة، ينبغي أن يتصدى لها بكل السبل والوسائل الوقائية والعلاجية وفق سيادة القانون. التأكيد على أن التطرف بكل مستوياته طريق للفوضى. الفتوى الشرعية هي أساس توجيه فكر الشعوب شبابا وشيوخا في كل عصر وفي كل مكان. لماذا؟ لأن هذا الشاب الذي يحمل على وساطيه حزاما ناسفا تخول له نفسه من خلال فتوى مريضة مغرضة أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يفجر نفسه في هذا الحزام ويروع الآمنين ويسفك الدماء ويفعل ذلك. مؤتمر بحث آفاق الفتوى من حيث تعلقها بحفظ استقرار حياة الناس في مختلف نواحيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكيفية استخدام منجزات العلم الحديث في خدمة هذه العملية، داعية مفتي العالم للجلوس على موائد البحث العلمي لإيجاد حلول لفوضى الفتاوى وطرح الخطط وللمشاركة في التنمية الوطنية والعالمية.